طيب بالنسبة للرجال، بصوا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله لو نعلم أي المال خير لنتخذه، يعني قول لنا لما نزلت آية الذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا يا رسول الله لو إحنا نعرف أنه المال الحلو الصح الحلو إحنا نتخذه ونعمل كده. بصوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم حديث هقوله لكم دلوقتي وهنشرحه عشان الحديث ده بيتفهم غلط، فلما بيفهموا الحديث غلط يجي يطبقوه ويطالبوا المرأة بعمل فوق طاقتها وتكلفها، لا ده تحزينها وتبرير الاخطاء واتكاليه الراجل واتكاليه الزوج تقع عليها هي. ليه؟ ما هو انت المطلوب منك كذا، ما هو انت زي ما قلت الكفه اليمين قول يا عم الكفه الثانيه، زي ما هي زوجه مطلوب منها ما انت كمان كزوج مطلوب منك. النقطه اللي انا عايزه اقولها، اي المال خير نتخذه. انا عندي حديث جميل مؤمنه بيه جدا جدا وحديث بتاع اخر الزمان، عشان عايشه في اخر الزمان دلوقتي، يكاد يكون خير مال المؤمن يوم او المسلم يوم القيامه، نص الحديث هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وقت الفتن، بصوا يتخذ بيت على جبل وعن معاه معزه خروف، والله معزه على يتتبع بها قطر الماء على شغف الجبال يتجنب بها الفتن. يا رب انا ما عنديش مشاكل، اقعدوا جيبوا المعزه ونقعد في بيت ونبص على خلق الله ونتامل في ملكوت الله ونصلي ونسبح وشكرا وشكرا يا رب من الدنيا، نتجنب بخير يكاد يكون خير ما يكنز المرء او خير مال المرء في وقت الفتن، خير مال المرء في وقت الفتن هو النقطه دي. ولكن نص الحديث بتاع لما نزلت الايه الذين يكنزون الذهب والفضه، فقالوا لي يا رسول الله لو نعلم اي المال خير نتخذه، يعني ايه المال الكويس احنا نتخذه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ بصوا خير ما يتخذ المرء، اسمعوا بقى عشان ده بيفسروا الرجاله غلط على النساء، عشان اعرفكم وبعدين تعرفوا تردوا صح. خير ما يكنز المرء، بصوا اكتر حاجه المرء سواء المسلم او مؤمن يتخذها هي ايه؟ بصوا اول حاجه لسانا ذاكرا، مش شتام يعني، مش نقاد يعني، مش عنده اذى لفظي بعمال يقول ويطبح فيه يمين وشمال ويعقد العيال في حياتها ويعقد الزوجه في حياتها، نقاد 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 يعني. لسانا ذاكرا وقلبا خاشع، يبقى عنده لسان بيسكت، مش شتام، مش نقاد، مش يخش لزوجته كده ما بيتكلمش يا ستي ما بيتكلمش يقول لي عامل لها ده ايه ده، يستنى تعمل كل حاجه كويسه وبعدين يجي على فعله ولا كلمه يصطادلها، ايه الشخصيه الفظيعه، وهي تعيش ازاي في جو او بيئه الزوج شايفها دايما ناقصه، دايما عامله، دايما مقصره، دايما دايما دايما. يبقى لسانا ذاكره، ما هو اللسان الذاكر بذكر الله ما بيقولش اللي يغضب ربنا يا جماعه، خلينا نقول بالكفتين. رقم اتنين وقلبا شاكرا، الله اوفولي معايا بقى، مش الرجاله واخدين لنا الحديث ده يقول لك ايه حبل مشناه على لا ولا حبل مشناه، ده انت تتحاسب بيه نفسك الاول. قلبا شاكرا ده يعني ايه؟ شاف النعم، شاف النعم يا اخوات، فلما شاف النعم شكر عليها. لك بيت له سقف بيحميك شكر عليه، لك باب شقه بيحميك، تخيل باب الشقه ده مش موجود عوره بيتك باينه. شاف ان له زوجه تقيه تحافظ على اسمه، اصيله تربي بيتها وعيالها وتستنى منه الكلمه، تقول لك والله عملت له زعرورتين في راسي ولبست له ولا شاف ولا نيل، عملت معرفش اكله ايه لا شكرانيه ولا جميل. يا ست ولا اشكره، ورجعوا للحلقه بتاعت الله الشكور، احنا ما بننتظرش شكر من عباد ابدا، الشكر من الله عز وجل لوحده. الشكور يشكرك يعطي المتحملين من اجله. بص الصعاب ما قالش المهام، الله عز وجل في تفسيره الصعاب جزيل الثواب، فاحنا الى شكر اهل النهار مبروك وما تجيش منك، تيجي من عند ربنا، ده جزء. طيب في حاجه تانية بقى، القلب الشاكر ده هيفضل منان؟ هيفضل مقات؟ هيفضل ناقد؟ لا، ما هو انت زي ما بتقول ما هو بيشكر ربنا على النعمه، الزوجه دي نعمه حسنه الدنيا يا رب، صح ولا لا؟ حسنه الدنيا، لكن يقول لك ما هي موجوده بقى وتنشوف غيرها ولا نعمل معرفش ايه، ولا حتى لما بيشوفش كلمة الحلوة يقول لك ما انا اقول كلمة، كأنه ينتقص من رجولته وشنب انه هيقول لك يا ابني قول كلمة حلوة، يا ابني قول كلمة حلوة لزوجتك وعيالك تخلي البيت كله جنة. طيب يبقى لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وزوجة مؤمنة تعينه على امر الاخرة، يبقى الاصل انها بتعينه على امر الاخرة. طب امر الدنيا انت كفيها، انت كفيها هم الدنيا، انت محسسها بالامان، عشان كده هي بتعمل ايه؟ هي تكفيك امر الاخرة، اتق الله نعمل كذا، لما تقول لها قال الله قال رسول الله، يبقى الله سبحانه وتعالى رجعها للحق، رجعها لله عز وجل ورسوله. ده
لكن يا اخوات يجي يقول مثلا انا عينك على امر الاخره وانت نازل فيها نقد ولوم وتجريح وتسفيه وسخريه، وتجيب اهلك تتمقلتوا عليها وتبص تلاقي على شات جروب العيله بينك وبين اهلك كلام يأذيها ومع ايه ده؟ هتعينك ازاي انت كده وانت في وشها ساكت ومن وراها عمال تجيب النواقص والنقد وكذا، ولا يحصل موقف ولا بتاع تبص تلاقي نفسك انت ذات ما انتش نصفها، ما انتش واقف في صفها، تبقى عايزه تحت عينك ازاي؟ الا الزوجه الصابره بقى المحتسبه اللي معانا عند امرها لله سبحانه وتعالى، وتعمل الامر ده حسبه لله. لكن انا بنصحك انت عايز زوجه تعينك على امر الاخره، يكفيها هم الدنيا، يكفيها امر الدنيا. المرأة اعلى قيمة، عندها احساس الامان. انا معايا راجل سند بعد الله عز وجل، معايا راجل يكفيني ويقويني، معايا راجل ساترني، معايا راجل مش مخليني ان انا شايله هم يا ترى اولادي، يا ترى هعمل ايه، ويا ترى كذا، طب اقول له يجيب لي كذا. واحده اقسم يمين بالله بتستحي، تستحي وتبقى جعانه ولا نايمه كذا ولا نايمه كذا، وهي ذات نفسها الامر بالنسبه لها سيء. ليه؟ حامله هم.